طيب يا فندم، موضوع برضو وأزمة من الأزمات اللي بيعاني منها المزارعين كثيرا تحت بكل أمره. أزمة الأسمدة دي، مشكلة كبيرة جدا، وأعتقد أنه هو من الملفات اللي يعني فيها مشاكل كتير. الأسمدة هنعمل فيها إيه؟ بصي هقول لحضرتك، رغم ان الاسمده يعني مش تحت الزله بتاعتي، لكن انا عاوز اقول على حاجه برضو. من كتر ما انا بقعد مع معالي وزير الزراعه وزملائي، حضرتك الملجا في النهائي ليهم، يعني هم اللي بيجوا لحضرتك في الاخر، يعني وانا مسؤول ان انا احلها مع معالي وزير الزراعه. الموضوع برضو الناس بتكبر المشكله، وبرضو الوسطاء و بيحاولوا يثيروا اشاعات ان في ازمه. الاسمده الصيفيه متوفره ومتوفره، مفيش ازمه في الاسمده أزمة. الموسم ده ومعالي وزير الزراعه ادى تعليمات ان يتم الصرف فورا. هم المزارعين عاوزين ايه؟ المزارعين عاوزين ان زي النظام قبل كده ان يتم عمليه الصرف من خلال البنك. هو الصرف بيتم من خلال الجمعيات التعاونيه، مش من خلال البنك. احنا برضو رغبه، انا بقول لحضرتك عشان كده هم بيجوا لحضرتك في رغبة الاخر، يعني رغبه برضو احنا بعتنا لمعالي وزير الزراعه ورجوناه ان احنا برضو يا ريت نرجع المنظومه تاني او جزئيا، ان تكون في حصه برضو للايه، لان يتم توزيعها على المزارعين من خلال البنك. صحيح. كمان تمام. في حاجه مهمه برضو اقولها لحضرتك، ان احد الشركات التابعه للبنك برضو من خلال التنسيق مع وزاره الزراعه، اي بيحصل اي عجز في اي نوع من انواع الاسمده اللي محتاجينها، الشركه بتتولى عمليه استيراد هذه الاسمده بالمواصفات المحدده والمطلوبه. وانا يعني ان شاء الله، انا يعني معالي وزير الزراعه وعد قبل كده بكتير ان ما فيش ازمات فيها، وان شاء الله اعتقد إن مش هيبقى فيه أزمات.